انطلقت اليوم أولى جلسات الطاولة المستديرة التي ينظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة تحت رعاية المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع شركة فينمارك كوميونيكيشن وشركة إنفراكورب وسوق الكربون الطوعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا المنتدى بمشاركة نخبة من رواد المناخ والتمويل والاستدامة في مملكة البحرين من أجل مناقشة دور القطاعات الخاصة في تمويل وتسريع الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري. الوصول إلى الحياد الصفري في مجال تغير المناخ والاستدامة وتقييم دور أسواق الكربون في دعم كافة الجهات المعنية جميعها نقاط مهمة وجوهرية طرحها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في أول جلسة ضمت نخبة من الخبراء والمختصين في مجال المناخ والتمويل والاستدامة في مملكة البحرين وخارجها. والملتقى جدا مهم لان احنا نتكلم عن شلون احنا بنمول الاهداف المناخيه اللي البحرين مثلا التزمت فيها ومختلف الدول التزمت فيها. اسواق الكربون احنا نعرف انها بتكون لها دور كبير في المستقبل سواء كانت الطوعيه او سواء كانت الالزاميه اللي تفرضها الدول او تفرضها الاتفاقيه الاطاريه لتغير المناخ. البحرين خطت خطوات جباره ان هي تتفوق على روحها وتقلص المسافات ان هي توصل الى الحياد الصفري، وشفنا مبادرات كثيرة تمت منها مبادرات التشجير ومبادرات تشجيع المباني الخضراء ومبادرات يمكن حتى من المصانع الرئيسية في البحرين أنها تحول إنتاجها إلى بطرق ملائمة للبيئة. المتحدثون في هذه الجلسة تناولوا طرق مساعدة الدول في المنطقة على بناء فهم أفضل لأسواق الكربون إقليمياً ودولياً مع توفير أرضية خصبة من وجهات النظر والمرئيات الخاصة بالممارسات العملية والمنافع المحتملة التي يمكن تسخيرها كجزء من الجهود المضاعفة لدعم وتمويل وتسريع خطى الحياد الكربوني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الحوار المتبادل ما بين أطراف مختلفة يتكلم على موضوع مهم جدا لنا وهو التغير في المناخ وإزاي الاستدامة شيء مهم في المجتمعات في الشركات، فده شيء مهم جدا نحن نلتقي ونتكلم على المحاور المختلفة إزاي يعني نرتقي بالموضوع ده. نخبة من المتحدثين يمثلون عددا من الحكومات على مستوى المنطقة استعرضوا آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي وتقييم الإمكانيات المتاحة ومدى فاعليتها لمساعدة الشركات والدول على تحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري. في هذا الملتقى استعرض المتحدثون أبرز الطرق التي يمكن العمل بها لتسريع الخطى نحو الوصول إلى الحياد الكربوني، وذلك من خلال تحليل كافة الممارسات العملية لأسواق الكربون على مستوى العالم. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.